بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم لك خاصة. زي ما استعرضنا مع بعض أطباق الليلة النهاردة هنقدم ورقة السجق. قبل كده عملنا ورقة اللحمة. كلمة ورقة إن إحنا بنستخدم ورق القصدير أو ورق الزبدة في عمل الطبق ده أو عمل الصينية دي. النهاردة هنشتغلها بالسجق مع الخضروات وكمان هنعمل سلطة الكولسلو. طبعا قلنا طبق السجق يعني يستحسن دائما يطلع جنب الرز الأبيض. هنعيد تاني عملية طريقة عمل الرز الأبيض بسرعة على الهواء. وكمان الحلى بتاعنا النهاردة هنستخدم التمر. التمر طبعا متواجد طوالي في الأسواق السودانية. هنعمله بالبشاميل الحلو وهنعرف الفريق بين البشاميل الحلو والبشاميل المالح اللي احنا بنستخدمه مع المكرونة دي. أطباقنا الليلة نتمنى أنها تنال إعجابكم. وهنبدأ أول طبق من أطباق الليلة ورقة السجق. نمشي نشوف المقادير نرجع لكم. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين. شفنا مع بعض المقادير ورقه السجق. احنا بنقطع السجق بالطريقه دي. هنطلعه من الثلاجه. نقطع السجق بالطريقه دي ونص كل الخضروات برضو بنفس الطريقه. عندي البطاطس والطماطم. هصفي البطاطس من المويه بتاعتها. طبعا احنا دايما بنخلط البطاطس في المويه عشان ما تسود مننا. الشكل ده. هنقلب الخضروات. انا عشان زمن البرنامج انا هقلب الخضروات في النار ما على البارد. لو انت عندك زمن وعايزه تعمليها في البيت وما تحتاجي للعمليه دي ممكن تقلبي كل الحاجات دي ني في ني وتدخليها الفرن، لكن بتاخد لها بتاع ساعه في الفرن. احنا عشان نستوي معانا على الهواء. لو جايه من الشغل مستعجله او زمنك ضيق ممكن تعمليها بالطريقه دي. احنا نبتدي نحمر المكونات كلها مع بعضيها ونحط التتبيلة بتاعتنا والملح والفلفل والكلام ده، وبعد كده نبتدي نحطها في الصينية. احنا بنستخدم زي ما قلنا ورقة اللحمة. انا عندي الصينية بتاعتي اهي حاطط فيها ورق قصدير وعليه ورق زبدة من فوق. تمام، ده اللي انا هحط فيه السجق مع البطاطس، وبعد كده هنغطيها بورق القصدير وندخلها الفرن تكمل التسوية بتاعتها. نبتدي نحط ده الثوم. الملح. انا طبعا بديت بالبطاطس لان اكتر حاجه بتاخد زمن في التسويه البطاطس، وطبعا اكيد السجق. والفلفل والبهارات طبعا. هي شويه شمار. شطة خضراء برضو لو عايزين اختياري. شطة حمراء. انا طبعا بحط التوابل هي لكل المكونات مال البطاطس، بس يا جماعة لسه عندي مكونات تانية هنضيفها بالشكل ده.
لكن في العمليه دي انا ما باخد عفوا ما باخد الطماطم. الطماطم بحطها لانها طبعا الطماطم ما فيها روح، ما بتحتاج زمن كثير للتسويه. اهو الشكل ده كده. وبعدين نحط السجق برضو. الغلط برضو من الاطباق اللي زي دي يا جماعه، ان احنا الليله النهارده لو عندنا نص كيلو سجق او ربع كيلو ربع كيلو سجق عفوا، لو عندنا ربع كيلو سجق ما بحتاج طبعا. لو عملت سجق ساي كده او حمرته ساي كده طبعا ما يعني ما بيزيد لي. شوف احنا زي ما احنا شايفين كده البطاطس زادت لنا الكميه بتاعه الطبق بتاعنا، ولسه هنحط كمان الفلفل وهنحط البصل والاخر طبعا الطماطم. الحاجات دي كلها بتزيد لنا الكميه بتاعه الطبق بتاعنا، بالاضافه للرز طبعا اللي هيتقدم جنب السجق. اوكي بالشكل ده اهو. قلنا العمليه دي احنا ممكن نعملها كلها على البارد، ما بنحتاج ان احنا نعملها على السخن. انا بس عشان زمن الحلقه فهي بتاخد حوالي ساعه في الفرن عشان تستوي الحاجات دي كلها مع بعض. احنا عشان الزمن هنعمل العمليه دي، ولو حتى انت زمنك ضيق وعايزه تعمل الطبق بسرعه بتعمل بالطريقه دي، بيوفر لك شويه زمن من تسويه الفرن. اهو كده بضيف البصل. الفرن حوالي 200 درجة مئوية، وقلنا لمدة حوالي ساعة لغاية ما يستوي معانا الكلام ده في الفرن. ده لو هنعمله كله ني في ني. الفلفل الأخضر أو ألوان المتوفر عندنا بالشكل ده. كده ممكن نزيد شويه ملح وفلفل بس عشان حاسس الملح بسيط والفلفل بسيط. اهو فلفل ملح وفلفل. وحبه شطه برضو ايه تدي تيست بسيط للطبق بتاعنا. كده انا اهو جهزت المكونات. السجق لو السجق جاني احمر تمام يعني ما فيه دهون كتير بديه له ملعقتين سمنه. لو في عشان كده انا كاتب في المقادير السمن اختياري. لو جاني اللي هو فيه نسبه بتاع الدهن عاليه كده خلاص ما بحتاج ان انا اضيف له سمن بالشكل ده. واخر حاجه الطماطم قلنا ما بخليها على النار كتير، احنا بس ايه هقلبها كده وبعد كده طوالي هنعبيها اهو بالشكل ده كده. كده انا المكونات بتاعتي كلها جاهزه زي ما احنا شايفين. هجيب الصينيه بتاعتي نقلبها كده تقليبه ثانيه اهي بالشكل ده. وبجيب الصينيه بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنبتدي نحط مكونات ورقة السجق بالشكل ده ووزعها في الصينية بتاعتي كده اهو. كده انا ورقة السجق بتاعتي جاهزة. هعمل شنو؟ هبتدي اغطي. دايما قلنا لما بنشتغل بالجافية يا جماعة الناحية المطفية هي اللي بتكون مقابلة للأكل ما الناحية اللماعة بالشكل ده كده. و كده 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 بالشكل ده اهو. وبندخلها الفرن دي كده بكل بساطه. ورقه السجق تاني بسرعه يا جماعه، احنا عملنا ورقه السجق قلنا في قدامنا حاجه من الاثنين، لو الزمن بتاعنا
في متسع من الزمن بنقلب الكلام ده كله، الخضروات والسجوك والبصل مع الطماطم والفلفل، الكلام ده كله بنقلبه مع بعض وبنتبله بالملح والفلفل والبهارات حسب الرغبة بتاعتنا. وبعد كده بنجيب الصينية بنحط فيها ورق قصدير ورق زبدة، نحط عليها الكلام ده وبنغطيها وبندخلها الفرن لمدة ساعة على 200 درجة مئوية. لو أنا زمني ضيق أو مستعجل أو داير أعمل الحاجة دي سريع في الطوة، بلف الحاجات دي كلها مع بعض، بحط ملعقتين بتوع سمنة، بحط البصل البطاطس الأول بديها لفة كده مع السمنة، بعد كده السجوك، وبعد كده البصل وبقية التوابل والبهارات والثوم المفروم بيكون، وفي الآخر خالص بحط الطماطم. ما بحط الطماطم في الأول عشان الطماطم ما تتهري ليا، هي كده كده هتخش الفرن تستوي في الفرن. بكده بيكون الصينية بتاعتي جاهزة. آخر 5 دقايق وآخر 10 دقايق برفع الغطاء اللي هو بتاع الورقة ده عشان انها تاخد اللون بتاع الفرن، وبكده بيكون ورقة السجق جاهزة. قلنا الغرض من الطبق ده بالإضافة ان هو طريقة تسوية مختلفة، كمان بزيد الكمية بتاعت اللحمة بتاعتي، لان انا لو عندي زي ما قلت ربع كيلو سجق او نص كيلو سجق بزيده بالبطاطس والفلفل والطماطم والبصل، فبتزيد لي الكمية. وقلنا بفضل ان هو بيتقدم مع الرز الأبيض. هنعمل مع بعض دلوقتي الرز الأبيض، عملناه مع بعض كتير قبل كده، رز الأبيض المفلفل العادي ما فيه أي إضافات. قلنا أول حاجة بنعملها دايما في الرز إن إحنا بنغسل الرز ونصفيه بالشكل ده، بنقدح الزيت، بسخن المية تكون مغلية حقة الرز، لازم الرز يتلف كويس جدا بالمادة الدهنية على أساس إن هو ما يعجن لي أو ما يطلع لي معجن بالشكل ده كده. بسم الله كده، ونقلب بسرعة كده. قلنا لازم على طول نقلب أول بأول عشان الرز ما يتحمص لي أو ياخد لون، احنا طيبين الرز أبيض، بس نتأكد إن هو شرب الموية، شرب المادة الدهنية الزيت، وكمان يتحمص وسخن كويس. نديه الملح، انا ما هديه غير ملح لان السجق زي ما احنا شايفين احنا مديله توابل كثيره جدا، انا داير طعم الرز العادي ده عشان يعمل لي تجانس مع طعم السجق، يوب فيه الخضروات فيه التوابل فيه الثوم، الرز بس شويه ملح بسيطه. لو عايزين نحط فصين حبهان ممكن برضو ما في مشكله، فص مستكه برضو ما في مشكله، بدي نكهه سمحه جدا للرز، ورقه خضره او اللي هو ورق الغار برضو ما في مشكله، حبة زيت بسيطة. ده كده كل بساطة يا جماعة طريقة عمل الرز، ما تاخد أي زمن خالص، كل بس اللي هي الخمس دقايق بتاعت التقليب دي عشان نتأكد إن الرز اتحمص وشرب المادة الدهنية اللي أنا عاملها. ممكن قلنا يتعامل بالزيت، ممكن يتعامل بالسمن أو بالزبدة، لكن في حالة إن إحنا هنعمله بالسمن أو بالزبدة بنحط شوية زيت عشان الرز بتاعي ما يحرق زي. لو انا داير يعني اجود الطعم بتاع الرز في الاخر خالص بعد ما نتاكد ان هو اتحمص كويس كده، بنعمل شنو، بنساوي سطح الرز علشان ما ينفع للرز يتقلب بعد ما نضيف الماده السائله. لما اقول ماده سائله يعني شنو، يعني ممكن اضيف مويه وممكن اضيف مرقه بتاع الدجاج او نص مرقه دجاج ونص مويه برضو كل الكلام، لكن طبعا اللون بيختلف معايا يا جماعه مع الاضافات دي، يعني ما بيديني اللون الابيض الناصع اكيد طبعا عشان لون نسبه الدهن اللي فيه المرقه. بسم الله الرحمن الرحيم، بنضيف المويه كده، انا بسمع الصوت ده كده زي ما بقول كل مره اعرف ان الرز بتاعي سخن والميه بتاعتي سخنه، فان شاء الله باذن الله النتيجه هتطلع كويسه. ياخد الغلوه اللي احنا شايفينها دي لمده دقيقه، ارتفاع منسوب الموية عن الرز بيكون حوالي عقلة ونص أو عقلتين صباع عشان أتأكد أن الرز بتاعي مع كمية الموية مناسبة. يعني دايما أنا ناس يقولوا كوباية رز وكوبايتين موية والكلام ده كله ما هناي، لو أنت ما وزنتي ما مشكلة، حطيت الرز أيا كانت الكمية بتقعد تضيفي في موية لغاية ما تصلي للمقدار اللي أنا قلت لك عليه. تغلي غلوة كده، معلش بس تمام حبة صغيرين كده، بتغلي الغلوه اللي احنا شايفينها دي لمده دقيقه، وبعد كده بنحط الغطا ونوطي الرز على الاخر ونسيبه لغايه ما يشرب المويه
بتاعته، وبكده بيكون الرز استوى معانا. ده طبقنا لليلة، أول طبق من أطباق الليلة اللي هو طريقة عمل ورقة اللحمة أو ورقة السجق عفوا مع القرص الأبيض. نتمنى أن تكون الطريقة واضحة. نمشي بعد كده للطبق الثاني من أطباق الليلة اللي هو صينية التمر أو طاجن التمر، ممكن نسميها طاجن ممكن نسميها صينية حسب الحاجة اللي أنت هتعبي فيها، لكن احنا النهاردة هنعمله بالبشاميل الحلو. نمشي نشوف المقادير ونرجع نشتغل مع بعض. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، شفنا مع بعض مقادير عمل طاجن التمر مع الحليب والبشاميل. طيب احنا بنحتاج فيه طبعا التمر والحليب ومعاه مكونات البشاميل أو البشاميل الحلو اللي هنشوفه مع بعض بيتعامل كيف، كل ده هنعمله مع بعض، لكن خلونا نمشي فاصل ونرجع مع بعض نواصل حضرتك. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، كنا قبل الفاصل بنتكلم عن طاجن التمر مع الحليب أو صينية التمر مع الحليب مع البشاميل والمكسرات. طيب احنا أول حاجة يا جماعة شفنا طبعا المقادير مع بعض، والشباب يا ريت ينزلوا لنا تاني المقادير على الشاشة. احنا بناخد البلح والتمر والحليب أو التمر والحليب وبنفصص التمر بالشكل ده ونحطه على الحليب، ننقعه حوالي 3 ساعات أقل حاجة 3 ساعات عشان التمر يعني يطرى لنا ويكون لين. بنجيب الصينية بتاعتنا البايركس أو الطاجن اللي هنشتغل فيه أيا كان، ونبتدي نرص فيه التمر. أنا أضفت للحليب والتمر شوية جوز هند وكمان رشة بتاعت قرفة تديها طعم ممتاز جدا، وبتدي نوزع التمر بتاعنا في الصينية البايركس أو صينية الفرن أو الطاجن اللي احنا نشتغل فيه أيا كان الحاجة اللي احنا محتاجين فيها. الحليب اللي بيتبقى ده ما بيخرب يا جماعة، ده لو زدنا له شوية سكر وشربناه بارد بيكون طعمه سميح جدا لأنه بياخد من الحلاوة والعسل بتاع التمر. الشكل ده كده اهو هو المقدار بتاعنا اللي احنا كاتبينه، كوباية ونص حليب وكوباية ونص تمر. تمام ده اللي بيطلع علينا بالضبط، التمر شارب الحليب وشوية الحليب الزيادة دول برضو
بيدونا برضو تيست، انا بحط شويه حليب تاني مع التمر، لكن انا زي ما احنا شايفين كده بصفي التمر من الحليب. احنا نقعينه لمده 3 ساعات، ممكن ليله كامله في الثلاجه برضو ما في مشكله، بالعكس بيدينا طلاوه كده وحلاوه سامحه جدا. الميزه في الصحن ده برضو يا جماعه من الاطباق الحلو اللي احنا مع الشتاء دي بتتاكل بارد وبتتاكل سخن، يعني ممكن يبرد وممكن يتاكل دافي اول ما يطلع من الفرن، بيكون الطعم بتاعه سمح جدا. اهو كده انا جهزت الصينيه، مديها شويه حليب كده، انا جهزت الصينيه، نخلي الكلام ده كده على جنب اهو، ونبتدي نشتغل في البشاميل. البشاميل الحلو اللي احنا هنعمله قريب جدا من طريقه البشاميل المالح، مع اختلاف بدل الملح بنحط سكر وبنديه رشه بتاعه فانيليا. سخن النار كده، حط زبده او سمنه او زيت، نفس الطريقه بتاعه البشاميل العادي اهو شكل ده، وبعفرك بالدقيق ده اللي بيعمل لي الربط، ورشة الملح اللي هي زي ما قلنا بتخلي الدقيق بتاعنا ما يكردم معانا، ما هتأثر في الطعم طبعا. نبتدي ننزل بيه بسم الله الرحمن الرحيم الحليب، ده كده يا جماعه البشاميل الحلو. عملنا نفس الطريقه بتاعت البشاميل العادي، لكن هنشوف دلوقتي هنضيف السكر بدل الحليب، وكمان عايزين نضيف بعد كده قشطه، ممكن عايزين نضيف جماله بتاعت حليب، ممكن جبنه مثلثات زي ما انا كاتب، اختياري برضو، بيتجود لنا البشاميل الحلو اللي احنا بنشتغل بيه اهو. الحليب نقص مني هنا، قادرين نزيد شويه مويه برضو ممكن، ما في مشكله. زي ما احنا عارفين طريقه البشاميل اللي احنا بنضيف، ما بنضيف الحليب كله مره واحده لغايه ما بنشوف الدقيق بتاعنا بيشرب قدر شنو، والقوام اللي احنا دايرينه دايرين نصل ليه نعمله مع بعض. لان احنا كل ما بنقلب وكل ما هو بيسخن بيشرب في الماده السائله اللي احنا شغالين بيها. الجبنه بتاعتنا لو دارين نضيفها نضيفها واحنا شغالين كده، عشان تبتدي مع السخونيه بتاعت البشاميل انها تذوب مع البشاميل بتاعنا، وقلنا دي اختياريه يا جماعه، لو دارين نخطها نخطها ما دارين، لكن هي بتدي طعم سامح جدا مع السكر والمزازه بتاعت الجبنه، بتدي طعم جميل. زي ما احنا شايفين كده اهو البشاميل بدا يتقل، تاني هنديله حليب بالشكل ده، استنى عليه شويه تاني كده اشوف القوام كيف، وهكذا لغايه ما احصل على البشاميل بالقوام اللي انا دايره. دايما قلنا البشاميل من الحاجات اللي انا ما انخدع بالقوام بتاعها على النار، يعني ما استنى لما يكون انا عايزه تقيل، ما استنى لما يكون تقيل على النار عشان يبقى كده هو جاهز، لا يكون اخف شويه من القوام اللي انا دايره علشان يبتدي يعني لغايه ما يبرد بره وكده يكون القوام بتاعه سمح، ما يكون تقيل شديد. اهو تاني شوية حليب
وقلنا اخر حاجه طبعا عشان نعرف ان البشاميل بتاعنا خلاص دخل في التسويه او الدقيق اللي في البشاميل استوى ما يدينا الطعم بتاع الدقيق في البشاميل ان هو يبتدي يطلع الفخاخيه دي اعرف كده ان البشاميل بتاعي جاهز. وانا شغال كده برضو بضيف الفانيليا رشه الفانيليا وكمان السكر دي بمنتهى البساطه الفرق بين البشاميل الحلو والبشاميل المالح اهو الشكل ده كده تاني دي حليب. قلنا يا جماعه ما نخاف طول ما هو على النار وبيغلي كده كل ما بيشرب الدقيق بيشرب في الحليب والبشاميل بيتقل معنا، لكن برضو في نفس التوقيت ما نحط المادة السائلة كلها مرة واحدة علشان ما يحل لنا ونرجع تاني لقصة بتاعت نعمل من أول وجديد الدقيق مع الزبدة عشان يربط معنا أو نرش له دقيق والقصة تجود منين أو تلخبط منين. أهو بالشكل ده كده أنا بتهيألي القوام بدأ ياخد الشكل اللي أنا دايره بس يبتدي بقى يطلع لي الفخاخيع أعرف كده إن أنا البشاميل بتاعي جاهز. أهو بالشكل ده بدأ يتقل معايا اهو اهو والقطع الجبنه هي بدات تدوب مع البشاميل. قلنا قطعة الجبنة دي يا جماعة اختيار يعني لو ما دايرين نحطها نحطها ما دايرين خلاص ما 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 حاجة أساسية في الوصفة. وزي ما قلنا اهي الفخاخيع دي أول ما تبتدي تظهر كده أعرف إن الدقيق بتاعنا بدأ يستوي والبشاميل بتاعنا بيبدأ يكون جاهز. القوام زي ما احنا شايفين كده ده يا جماعة لو سبته 10 دقايق في الهواء خلاص بيتماسك، فعشان كده بقول إن أنا مش لازم أطلع البشاميل تقيل عشان اشتغل بيه، لا انا بطلعه في القوام ده وبعد كده هو براه لما بيبرد او ابتدي اشتغل عليه يبتدي يتماسك براه بالشكل ده. ببتدي اطلع البشاميل خليه يهدى شويه كده يا ريت برضو الشباب يعيدوا لنا تاني طريقه عمل صينيه التمر على الشاشة. كده احنا جهزنا الصينيه بتاعتنا، هعمل شنو؟ هرفع هنزل شويه الصينيه بتاعت السجق تحت شويه اللي هي بدات خلاص ماشيه كويس اهي، انزلها تحت شويه واطلع البشاميل اللي بتاخد لها حوالي ربع ساعه في الفرن. لو عايزين برضو نديها اللون اللي هو زي الجريتان او اللون اللي هو تاخد ليها لون من فوق ممكن نرش شويه سكر، احنا البشاميل اللي بتاعنا عاملينه بالزبده وحاطين فيه جبنه فهيحصل برضو على اللون ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الان يا جماعه بسرعه نتكلم عن طريقه عمل طاجن التمر مع الحليب.
والبشاميل. قلنا هناخد كوباية ونص حليب تمر منزوع النوى، كوباية ونص حليب بنمجحهم مع بعض لمدة 3 ساعات. ممكن أضيف لهم شوية جوز هند، ممكن أضيف لهم شوية قرفة، شوية سكر لو أنا بحب الحاجة مسكرة. أنا كده كده التمر هينزل السكر اللي فيه مع الحليب، لكن لو أنا داير أضيف له شوية سكر برضو ممكن أضيف له شوية سكر لمدة 3 ساعات، ممكن 4 ساعات، ممكن ليلة. بعد كده بجيب الصينية بتاعتي، بوزع التمر بتاعي في الصينية زي ما شفنا عملنا البشاميل الحلو بمنتهى البساطة. البشاميل الحلو نفس الطريقة بتاعت البشاميل المالح، مع اختلاف ان انا بدل الملح باخد سكر واضيف شوية فانيليا نسيح او نقدح المادة الدهنية سواء زبدة او سمنة او زيت، ممكن برضو ما في مشكلة. بعد كده بنزل بالدقيق بعملهم مع بعض لغاية ما يبتدوا يتجانسوا، بديها رشة ملح عشان ما يكردم لي الدقيق ما يكردم معاي. وبعد كده ببتدي انزل بالمادة السائلة، طبعا نستخدم الحليب. ممكن برضو بالمناسبة بالطريقة اللي انا عملتها دي ممكن الحليب ده ذاته بس طبعا بصفيه من جوز الهند، وممكن برضو بجوز الهند ما في مشكلة عشان اوفر على نفسي. انا قلت ده يتعمل عصير ويتشرب ما في مشكلة، لكن ممكن بنفس الحليب اللي انا كنت ناقع بيه اعمل البشاميل بتاعي بخطه على وش التمر. وقلنا لو عايزين ناخد لون من فوق نرش شوية سكر على وش البشاميل، وبكده بيكون الصينية بتاعتنا جاهزة. خلونا نمشي فاصل، واخر طبق من اطباقنا منتظرنا بعد الفاصل. نمشي فاصل نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كنا قبل الفاصل عملنا صينية التمر مع الحليب مع البشاميل في الفرن، هسي انتقلنا لآخر طبق من الأطباق اللي هي سلطة الكولسلو. خلينا نمشي نشوف مقادير سلطة الكولسلو ونرجع نشتغل معنا. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، شفنا مع بعض مقادير سلطه الكولسلو. احنا طبعا زي ما نشوفوا احنا بنقطع الكولسلو بالطريقه دي والجزر بنبشره. دايما نعمل النسبه كده 3/4 الكميه بتكون الكرنب والربع بيكون الجزر المبشور، ممكن نقلل لو احنا عايزين. هو ده كده عشان يدينا الشكل النهائي بتاع سلطه الكولسلو. بنقلبها دايما الكولسلو يا جماعه في البدايه في مصفى زي ما انا شايف كده، زي ما احنا شايفين مع بعض زي ما انا بعمل اهو بالشكل ده فيها شوية كروم بالشكل ده. قلنا الربع والثلاث ارباع، الثلاث ارباع الكمية بيكون كروم والربع بيكون جزر. وانا بقلب كده ببتدي اديله التوابل بتاعته اللي هي شوية الملح.
ليه انا بعملهم في مصفى؟ علشان الكروم والجزر بعد ما بياخدوا التوابل بتاعتهم بيبتدوا ينزلوا مويه. عشان بينزلوا مويه هنحط شويه السكر دول عشان نعوض السكر اللي هينزل من الجزر. نحط رشه سكر كده وهنحط شويه خل وشويه عصير ليمون ونقلب الكلام ده كله مع بعض زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده اهو في المصفى. وبنسيبهم المفروض حوالي 10 دقائق احنا عشان زماننا هنشتغل على طول بالشكل ده. بنسيبهم وبعد كده بنعصرهم كويس جدا. انا هحطهم كده لغايه ما اجيب الصحن اللي انا هشتغل فيه. عندي المايونيز وعندي الزبادي بالشكل ده. دي الأطباق اللي أنا هشتغل فوقها أهي كده. بس نديها زمانها يا جماعة عشان تجيب المويه بتاعتها. صفى كويس اهو بالشكل ده. وبتيجي اديها مايونيز والزبادي ونقلب السلطه بتاعتنا بالشكل ده. وكده بتكون السلطه بتاعتنا جهزت. بنحطها في الثلاجه تبرد. اهم حاجه يا جماعه في الكولسلو لما اكون عامل كميه زي دي وحاططها في الثلاجه وداير باخد شويه على قدر اللي انا يعني انا هستخدمهم والباقي اخليه في الثلاجه. ما ينفع اطلع الكميه كلها وبعد ما انتهي ارجعها الثلاجه ثانيه لان التعامل مع المايونيز ده خطر جدا في القصه دي. يبقى بمنتهى البساطه انا هاخد طبق واشيل على قدر الطبق واخلي الكميه زي ما هي في الثلاجه. ما اخد الكميه كلها استخدمها وبعد ما اخلص ارجعها الثلاجه ثاني. العمليه دي خطره جدا بالذات في استخدام سلطه الكولسلو. بالمحلات اللي هي بتاعت الدليفري بيجيبوا لنا الكولسلو. نتمنى ان هي لو جات من المحل عجم الاثنين ياكلها يجدحها، لكن ما ينفع ان انا بعد ما اكلها وفضل شويه ادخلهم الثلاجه. العمليه دي برضو خطره جدا لان الكولسلو فيه طبعا اساسي فيه المايونيز، والمايونيز من الحاجات الخطره جدا في التعامل معها. بعد كده بنعبي السلطه بتاعتنا. بالشكل ده وطبعا يستحسن ان احنا نسيب الجزر والكرنب حوالي 10 دقائق في المصفى وبعد كده نصفيه ونعصره كويس جدا من المويه عشان هتنزل مويه. كده احنا جهزنا السلطه بتاعتنا. نبتدي نعمل ليها تزيين. بسرعه كده بالشكل ده. ممكن نديها قطع اناناس يا جماعه لو عندنا في اناناس اللي هو المعلب ده ما في مشكله. ممكن نديها شويه زبيب. يستحسن ان هي السلطات من السلطات الحلوه المالحه، يعني سلطه الكولسلو من السلطات الحلوه المالحه. كده انا جهزت السلطه. نبتدي نعبي بقيه الاطباق. دي سلطه الكولسلو اللي احنا هنقدمها النهارده مع السجوك مع ورقه السجوك مع الرز الابيض.
ادي الرز الابيض بتاعنا كمان جاهز. أبواق الرز هذا أبواق الرز بتاعنا ده تقولنا الرز الأبيض اللي هنقدمه جنب ورقة السجوك اللي احنا عملناها مع بعض. هنجيب كمان نطلع الورقة بتاعتنا ونستوت دي كده الورقة جاتنا اللي قدمها ذاته بالورقة بتاعتها بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده يكون ورقة السجق جاهزة. وآخر حاجة طبعا التمر مع البشاميل. طبعا احنا شايفين كده جاهز. ببتدي اديله شوية زبيب وده يكون آخر طبق من أطباق الليلة اللي أتمنى أنها تكون نالت إعجابكم. الليلة النهاردة عملنا مع بعض ورقة السجق وعملنا صينية التمر مع البشاميل في الفرن وعملنا سلطة الكولسلو. دي كانت أطباقنا لليلة اللي هي أتمنى أنها تنال إعجابكم. أعزائي المشاهدين نتمنى أن تكون أطباق الليلة نالت إعجابكم، وزي ما عودناكم دايما في آخر اللقاء بنقول في أمان الله.